أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع بصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد محسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر مقتدر مقدم مؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعال بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة يوم عاشوراء وبحب افكركم بصيام يوم التاسع والعاشر من شهر محرم، ومن فضل صيام هذا اليوم انه يكفر من السنة التي قبله. وكل سنة وانتم طيبين.